إن بلادي قناعة منها بأهمية البيئة في تحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر تثمن هذه الجهود وتبقى على أتم الاستعداد لدعم مبادرة الشرق الأوسط الأخضر وكل مبادرة مماثلة من شأنها كبح ارتفاع درجة حرارة المناخ ومكافحة التصحر والجفاف وحرائق الغابات التي لم تسلم منها المنطقة العربية. ولبلوغ ذلك يتعين علينا أن نلبي نداء المناخ ونضم صوتنا وجهودنا إلى أشغال هذه القمة المباركة على أمل أن تكون التوصيات المشتركة التي ستصدر عنها هادفة وفعالة بما يمكن من تعميمها على كامل المنطقة، لا سيما أنها تتمتع بخصائص مناخية متقاربة وبما يجعلها مرجعاً في أشغال مجموعة العشرين ومؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 26 في نوفمبر القادم.